ناخد على التليفون دكتور محمود شاهين عشان نعرف تفاصيل اكتر، مدير عام طبعا مركز التنبؤات. يا دكتور صباح الفل على حضرتك. صباح الفل استاذ هوند، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بيك، وبنحب دايما كحضرتك تكون معانا علشان نعرف مزيد من التفاصيل طبعا حول حاله الطقس، لان طبعا فصل الصيف داخل بشده والوضع طبعا يعني صعب شويه الى حد ما، لكن خلينا نطمن من حضرتك كمان عن احوال الويكند لو لديك يعني معلومات. اتفضل يا دكتور. طبعا في البدايه طبعا برحب بحضرتك وريت نبلغ سلام للاستاذ كريم والف سلام عليه. بالنسبه طبعا لحاله الطقس، احنا الاجواء خلال هذه الفتره فيها استقرار شديد في الاحوال الجويه، من الصعب نلاقي فيه تغير سريع. فصل الصيف ومنخفض الهند الموسمي اللي بيسيطر على كافه محافظات الجمهوريه بتاثيره في ارتفاع درجات حراره او نسب رطوبه، فبالفعل درجات الحراره خلال هذه الفتره بتتراوح من 35 ل 36 درجه في الظل على القاهره ومحافظات الوجه البحري، لكن طبعا مع ارتفاعات نسب الرطوبه وعنصر الرياح بيخلينا بيزود احساسنا شويه بهذا الارتفاع، كما لو كانت ما بين 38 و 39 درجه. كلما اتجهنا الى الجنوب كلما ارتفعت درجات الحراره بشكل ملحوظ، وكلما قلت نسب الرطوبه خاصه على جنوب الصعيد، انما كلما اتجهنا الى الشمال سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط فهي تعتبر الملاذ الامن لينا خلال هذه الفتره في شهر 7 وشهر 8، نتيجه طبعا ارتفاع درجات الحراره في المناطق الداخليه. درجات الحراره على السواحل بتتراوح من 30 ل 32 درجه. هناك نسب رطوبه اكثر شويه من القاهره، لكن نسيم البحر بيكون ليه تاثير ايجابي بشكل كبير جدا وبيخلي الاجواء ممتعه جدا على شواطئ البحر المتوسط، خاصة الفترة اللي هي بعد العصر حتى ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح. طب يعني طمنا كده، مفيش الأسبوع ده إلى حد ما هيشهد استقرار، ومفيش بقى مثلا يوم هيبقى فيه ارتفاع شديد أو حاجة، يعني الناس تطمن حتى المسافرين أو اللي هيفضلوا في القاهرة. بالظبط، يعني حضرتك مفيش أجواء مختلفة عن الأجواء اللي احنا بنستشعرها خلال هذه الفترة. كويس. موجات شديدة الحرارة خلال الفترة القريبة، خلال الست أيام القادمين على الأقل. هدوء في سرعات الرياح على الامواج في البحر المتوسط وفي البحر الاحمر، ارتفاعات الامواج طبيعيه ان شاء الله، ما فيش اي مشاكل في الشواطئ. وبالنسبه للمناطق السكنيه والقاهره والوجه البحري والمناطق الداخليه ما فيش حاجه خالص ممكن تعوق حركه السفر. ومحيط الهند طمنا عليه يا دكتور، محيط المحيط الهندي ولا المنخفض الهندي؟ منخفض الهند سوري. لا، منخفض الهند ده قاعد معانا شويه، هو ده اللي بيخلينا نستثمر الجو، يعني مش هنقول قاسي، ولكن ارتفاعات الرطوبه اللي احنا بنشوفها خلال ما تبقى من شهر 7 واغسطس كمان شهر 8 ما زال هو المسيطر، والكتله الهوائيه المؤثره بشكل كبير على اغلب محافظات الجمهوريه. انا بشكرك جدا دكتور محمود على التغطيه الرائعه كالعاده، شكرا ليك جدا.